أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من همزة وصل، هذه المساحة اليومية المفتوحة بيننا وبينكم للحديث والحوار والنقاش حول إحدى القضايا التي تهم المواطن المصري. نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. منذ فترة تحولت بعض العملات الورقية إلى عملات معدنية، كانت هناك أسباب كثيرة منها صحية ومنها اقتصادية، ولكن عاد الحديث في الآونة الأخيرة إلى ضرورة أو مطالبة البعض بعودة هذه العملات مرة أخرى من المعدنية إلى الورقية. الأسباب كثيرة يعددها من يقول أو يطالب بهذا الإجراء، ولكن ترى ما هي الحقيقة؟ هل يمكن تحويل ذلك تلك العملات مرة أخرى إلى العملات الورقية؟ وما هو سبب وراء الإجازة أو المنع؟ نذهب إلى تقرير مفصل يسلط الضوء على مزيد من العناصر التي تتعلق بحوار اليوم، ثم نذكركم بأرقام التواصل والمشاركة والتعليق خلال هذه الحلقة. إذن سؤالنا في حلقة اليوم: هل تؤيد مرة أخرى عودة العملات المعدنية إلى الفئات الورقية أم ماذا؟ في انتظار تعليقاتكم ومشاركاتكم، أولا نذهب إلى التقرير ثم نعود إلى الاستوديو. لم تمر أيام قليلة على تواتر أنباء عن إعادة طبع العملات الورقية من فئة الجنيه أو الفئات الأقل، حتى نفت مصادر مصرفية ومصادر أخرى من وزارة المالية ما تردد عن اتجاه البنك المركزي المصري لإعادة طباعة العملات الورقية وطرحها مجددا بالأسواق مع إلغاء التعامل بالجنيه المعدني. مسؤولون في وزارة المالية أكدوا أن هذا التوجه غير مطروح ولم يدرس بعد، موضحين أنه ليس هناك أي خطة أو نية لطباعة أي كميات جديدة من العملات الورقية أو سحب العملات المعدنية أو منع تداولها، كما أوضحوا أن وزارة المالية لم تصدر أي تصريح بإلغاء التعامل بكلا العملتين الورقية والمعدنية. من جانبه أكد رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية محمد السبكي الاستمرار في سك العملات المعدنية فئات الجنيه والخمسين والخمسة وعشرين قرشاً بكميات مختلفة دون تغيير في النظام أو تجميد للسك أو الطرح، وأشار إلى أن البنك المركزي يحصل على جميع الكميات لتوريدها إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية. كانت مطبعة البنك نوت تتولى في السابق طباعة العملات الورقية فئات الجنيه والخمسين والخمسة وعشرين قرشاً حتى تم إحلال العملات المعدنية محلها، حيث أصبحت سك العملة التابعة لوزارة المالية تتولى سكها وتوريدها للبنك المركزي والبنوك العامة بالسوق المحلية ومصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية لطرحها في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين. أهلا بكم من جديد. إذن موضوعنا في حلقة اليوم: هل تؤيد المطالب التي يعلن عنها البعض بعودة العملات المعدنية مرة أخرى إلى الفئات الورقية؟ هذا الموضوع هو السؤال الموضح أمام حضراتكم. نرحب دائما خلال هذه الحلقة باتصالاتكم وتعليقاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي للبرنامج على شبكة الإنترنت، سواء من خلال فيسبوك أو جي بلاس أو سكايب أو غير ذلك من مواقع التواصل. أيضا الاتصال من خلال الهاتف الأرضي على 2574-3366 أو من خلال الهاتف المحمول. أيضا هذه هي المواقع التي يمكن أن ترسلوا إلينا بتعليقاتكم ومشاركاتكم على الفيسبوك، على تويتر، على جي بلاس، على سكايب، على همزة وصل إي جي.
وردت إلينا بالفعل بعض التعليقات على صفحة التواصل الاجتماعي، سوف يعرض لنا أبرزها الآن. أولا الزميل حسام عاطف في غرفة المتابعة، ماذا لديك يا حسام؟ أشكرك أحمد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى غرفة المتابعة الإلكترونية حول موضوع اليوم، ومجموعة من الردود جاءتنا عبر المشاركين من المشاهدين، نقرأ بعضها عليكم الآن. نبدأ بنجم أبو زيد فهيم بيقول: والله إحنا نشوف الغرب لو قاعدين بالورقة النعود بالورق نعود العملة الورقية، لكن في وجهة نظر العملات المعدنية أفضل، وياريت البنك المركزي يخلي فئة الخمسة جنيه معدن وشكرا. محمد فوزي الرومي بيقول: هتفرق إيه؟ حامد الطواب بيقول: أعلم أنه كلما كانت العملة ورقية كان الاقتصاد قوي، أما صورة الدنانير الحديدية هذه ياريت يتم تغييرها، والحمد لله الآن الاقتصاد قوي وإلى الأحسن دائما، إذن فالعملات الورقية دليل الاقتصاد القوي. سلام إليكم جميعا، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. عبد الراضي حجازي بيقول: نعم نؤيد مطالب البعض بعودة العملات الورقية التي تحولت إلى معدن، والسبب حتى يعود الجنيه المصري لقيمته العالمية في قوة الشراء الدولي، ونأمل ذلك من وزارة المالية في مصر المعاصرة التي يطمئن شعبها بثروات. مشاهدينا الكرام، نعود إلى زميلي أحمد ومزيد من الاتصالات. من المتابعة والتعليقات، حسام عاطف في غرفة المتابعة سوف يكون معكم خلال هذه الحلقة لاستقبال كافة التعليقات والمشاركات. معنا مجموعة من الاتصالات، أولا من الخبراء والمختصين والمتابعين لهذا الموضوع في حلقة اليوم. سوف يكون معنا سيد وكيل أول وزارة المالية سابقا السيد فتحي همام، الأستاذ عبد الناصر محمد الخبير الاقتصادي. أبدأ أولا بتحية الأستاذ فتحي همام وكيل أول وزارة المالية سابقا. أستاذ فتحي، بعد التحية، دائما نعلم أن هذه ليست بدعة في مصر، هناك في كل الدول العالم، الدول المتقدمة والدول النامية، عملات ورقية وأخرى معدنية لأسباب عدة ربما تتشابه في كل الدول، لكن في الحالة المصرية في الفترة الأخيرة يعني قبل سنوات تحولنا من العملة الورقية إلى العملة المعدنية لبعض الفئات دون فئات أخرى. أولا حتى تتضح القضية، نوجز أهم الأسباب التي دعت إلى ذلك، ما هي؟ يعني نقدر نقول باختصار كده حضرتك، نعم، إن كان أهم حاجة هي التكلفة، نعم، إن الوزارة عاوزة تخفض تكلفة الطباعة، نعم، لأن طباعة الأوراق الورقية العملة الورقية بيحتاج إلى أنواع معينة من الأوراق وحرفية معينة وأجهزة معينة، فكنا بنستوردها من برا وحبينا إن احنا نوفر شوية في التكلفة، وبالتالي فإحنا العملة المعدنية هتبقى أسهل كتير في تكلفة الإيه صناعة هذه العملات. نعم. إنما للأسف جه مردود سيء جدا على قيمة الجنيه وعلى هيبة الجنيه وعلى وضع الجنيه. إحنا شفنا النهاردة حضرتك، شوف ربع جنيه، أنا عايز أشوف حضرتك ربع جنيه اللي هو المعدني. شوف شكله إيه وعامل إيه بالظبط. بعكس ربع جنيه لما كان موجود ورقي. كان ليه قيمة وليه شكل وليه هيبة. وكذلك الجنيه الورقي. نعم. النهارده الجنيه المعدن دون وبقى بيتعمل، وبعدين معلش بقول لحضرتك النهارده بقى بيتزيف وبيجي منه حاجات مزيفه. واخد بال حضرتك؟ فبرضه لابد ان احنا نرجع للعمله الورقيه حتى لو كانت تكلفتها اكتر، بس هي بصالح الجنيه المصري وبصالح المواطن. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي عايز اشير اليها، ان احنا لما جينا استبدلنا العملات الورقيه بعملات معدنيه، لم يتم الافصاح عن المواعيد وازاي ان انا العمله دي هتشتغل بيها لغايه امتى او هقدر اتعامل بيها لغايه امتى، فكانت النتيجه ان في ناس لا زالت لغايه النهارده عندها عملات ورقيه ما قدرتش تستعملها، تركب الاتوبيس يقول له لا خلاص اتلغت، تروح هنا يقول له لا اتلغت، تروح هنا تقول اتلغت، واخد بال حضرتك؟ فطبعا دي مشكله، لو حبينا ان احنا نطبق يبقى لابد ان انا برضه هغير من عمله لعمله، سواء من ورق المعدني او من المعدني الورقي، لازم ادي فتره سماح والناس كلها تعرفها، ونقول اللي عنده فائض عاوز يغيره مثلا يروح البنك هنا او هنا وهنا ويقدر يغير العملات دي، نعم، ما يبقاش بالمنظر اللي احنا شفناه. الحاجه الثالثه ان احنا دلوقتي حضرتك قلنا ربع جنيه وشفنا شكله عامل ازاي، وهات النص جنيه وشوف شكله عامل ازاي. نعم. واخد بال حضرتك؟ لو طلعت بيه واديته لاي سائح او اي راجل اجنبي او اي حاجه، مش يعني مش هياخد يدي اي اعتبار لهذه العمله. معايا حضرتك؟ وبعدين بقى الورق الوضع دلوقتي عندنا بقى عندنا ربع جنيه ونص جنيه وجنيه على طول. ده بيعمل تضخم كبير، لان النهارده الاسعار مثلا لو طبيعه البنزين زادت
10 ساغ ولا جنيه، بالله كله على طول رفع جوبه خلاه بجنيه والنص خلاه وهكذا. فلازم نعمل برضو زي زمان كان في الإبس وفي الإبشين وفي الخمسه ساغ وفي العشره ساغ، لازم نعمل تدرج في العملات كده برضو على قد ما اقدر عشان لو في اي زياده ما تزيدش بالزياده الكبيره اللي احنا بنشوفها واللي بيشتكي منها المواطن الغلبان قبل كل حاجه. لكن لكن قيمه الجنيه، قيمه العمله، ما علاقتها بان اذا كانت ورقيه او معدنيه يا استاذ فتحي؟ لا هي دي مش هتفرق. هو قيمه الجنيه بتيجي دايما على حسب حجم انتاجك وحجم المواسله بتاعتك وحضرتك وقدرتك على الانتاج وقدرتك على التصدير وقدرتك على توفير العملات الاجنبيه من عده مصادر، واخد بالها؟ هي دي اللي بيرفع قيمه الجنيه او يخلي قيمه الجنيه عاليه. اما ان انا اعملها ورقيه او غير ورقيه مش هي المتعلقه، انما بنقول برضو يعني بنقول ايه، في حاجه معنويه ان العمله الورقيه ليها معنويا بتدي اعتبار، بتخلي الراجل يحافظ على العمله دي برضو شويه بغض النظر عن التكلفه الاقتصاديه. تقصد رغم مع يعني اعلان بعض الخبراء والمسؤولين ايضا انه العمله الورقيه بتكلف اكثر لانها بتتهالك اكثر او اسرع من العمله المعدنيه؟ ما احنا حضرتك في تقنيات حديثه دلوقتي وتطبق وبتمنع التزوير وبتمنع انها تتهالك بسرعه، كل الحاجات دي ممكن تلافيها مع التقدم التكنولوجي الموجود. انما انا لازم احافظ على قيمه الجنيه بتاعي وعلى هيبته، ما بقاش ربع جنيه بالمنظر اللي حضرتك شايفه او النص جنيه بالمنظر اللي انت شايفه، واللي برضه بنقول عليه ان هو يتقلد ويتزور بطريقه ثانيه. نعم. طب ارجو ان تبقى معنا استاذ فتحي، ساعود اليك مره اخرى. تحول الاستاذ عبد الناصر محمد الخبير الاقتصادي. استاذ عبد الناصر، يعني الحاله المصريه هل تختلف فعلا الاسباب التي دعت الى التحول الى العمله المعدنيه، ام انها اقتصاديه فقط كما ذكر الاستاذ فتحي بالدرجه الاولى؟ وهل من الجدوى الاقتصاديه العوده مره اخرى الى الفئات الورقيه ام في اعتقادك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا يعني الاستاذ فتحي كعادته كخبير كبير جدا يمكن شمل الموضوع الى حد كبير، ولكن هو يعني يبقى التركيز على حاجه مهمه قوي، هي المساله عمليه نفسيه بحته ليس لها علاقه بالمردود الاقتصادي بالنسبه لاستخدام العملات الورقيه اللي هي الصغيره. يعني هو التحول النهارده للعملات المعدنيه هو افضل اكثر جدوى اقتصاديا. ليه؟ لان هو على المدى الزمني، يعني المدى الزمني بالنسبه للعمله المعدنيه بتعيش اكتر بكتير من العملات الورقيه. فضلا عن ان تكلفه العمله الورقيه في ظل استخدام التقنيات العاليه جدا كوسائل تامينيه ليها علشان ما تتزورش، بتلاقي التكلفه يعني مرتفعه عن العملات المعدنيه. فضلا عن انك انت برضو حضرتك بتحارب عمليات التزوير اللي بتتم من وقت لاخر لبعض العملات الورقيه اللي موجوده وخصوصا الفئات الكبيره. يعني النهارده الاتجاه لعمله معدنيه حتى لو فئه 50 جنيه او 100 جنيه ده انا من وجهه نظري امر برضو هيساعد على محاربه عمليات التزوير اللي بتظهر من وقت لاخر، فضلا عن ان هو يوفر لنا التكنولوجيا العاليه جدا اللي احنا بنستخدمها، بالاضافه ان الورق نفسه اللي احنا بيتم استيرادها من بيتم استيراده من الخارج، لان الورق اللي هو حضرتك النقدي ده هو ورق عباره عن ورق الكتان. وده مكلف على ميزانيه الدوله وبيساعد على ان حضرتك ان فاتوره الاستيراد عندنا ترتفع، اللي هي بالفعل هي مرتفعه يعني. طيب في يعني من الناحيه الاقتصاديه، هل التحول من الورقية إلى المعدنية لبعض العملات يؤثر في صورة العملة بالنسبة للأجنبي كما ذكر الأستاذ فتحي في جانب من حديثه؟ لا هو برضه انا وجهه نظري ان هو الاجنبي بيتعامل معاك او الوضع الاقتصادي بشكل عام بيتم التعامل معاه من خلال المؤشرات الاقتصاديه ومعدلات النمو اللي بيحققها هذا الاقتصاد. ولذلك هو احنا علشان بالنسبه لقيمه وهيبه الجنيه لابد ان هو يرتفع بالشكل اللي هو يتناسب مع قوه الاقتصاد الوطني. لكن هو كناحيه نفسيه ان احنا لما نلجا للربع جنيه مره ثانيه وللجنيه والعشره ساغ، طبعا ده يعني الناس نفسها هي اللي رفضت التعامل مع هذا الامر، الدوله ما منعتوش لحد وقتنا هذا، الدوله بتتعامل بهذه الفئات اللي هي القليله اللي هي حجم تداولها في السوق بيقدر لحد وقتنا هذا بحوالي 38 مليون جنيه. يعني حتى اذا كان هناك يمكن مسؤولين اعلنوا قبل ذلك في البنوك انه حتى اذا كان لدى البعض جنيهات ورقيه يمكنه استبدالها عن طريق البنوك. هو متوقف عن اصدار الجنيه الورقي ومتوقف عن اصدار العملات الورقيه اللي هي اقل من جنيه الاقل، واخد بال حضرتك من فتره طويله، بس ما زال هو دلوقتي ما طلعش قرار نهائي بمنع التعامل. طبعا من العملات الورقيه اللي هي سريعه التداول في السوق
دي بتصيب الـ بتنقل الامراض من بين الافراد، لان حضرتك بتلاقي ان يعني مع احترام الكامل للمهن بتلاقي مثلا ايه عدد كبير بيسيء استخدام العملات الورقيه، ودي بتتداول وبتصيب البعض احيانا بامراض مرتبطه بالحساسيه والامراض الجلديه بشكل عام. نعم. طيب ارجو ان تبقى معنا استاذ عبد الناصر، سوف اعود اليك. اذهب للمهندس محمد ابراهيم من شمال سيناء، وهو احد المتعاملين بالطبع احد المواطنين. باشمهندس، انت لك راي معين في هذه المساله، هل تحبذ العوده مره اخرى الى الفئات الورقيه؟ باشمهندس محمد. طيب سنعود إلى المهندس محمد إبراهيم من سيناء عندما يتوفر الاتصال. أعود مرة أخرى للأستاذ فتحي همام، وكيل أول وزارة المالية سابقا. أستاذ فتحي، يعني عندما تحدثت عن الجنيه، وتحدثت عن الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه حتى بالنسبة للصورة الأجنبي وقيمة الجنيه أو هيبة الجنيه إذا صح التعبير بين قوسين، هناك من العملات الرسمية في دول كثيرة كالين الياباني مثلا هو عملة ورقية، حتى أنه يعني يعتبر أخف كما يقولون أخف عملات في أنحاء العالم. ما هي المشكلة إذا كانت العملة المعدنية بالنسبة للجنيه هي الأصل، إذا كانت لا تؤثر في قيمته أو هيبته أمام العالم الخارجي أو في الأسواق العالمية؟ يعني حضرتك أنا عايز أقول أن إحنا بنفتعل بعض المشكلات، وبيكون ان احنا عشان نقول ايه بهدف ان احنا نوفر، نعم، وان احنا نخفض التكلفه وما نبصش للاثار الاخرى اللي زي ما قلت لحضرتك عليها. نعم. انا الجنيه المصري بتاعي دلوقتي مشكلتي مش ان انا اخليه ورقي ولا اخليه معدني. نعم. انا مشكله الجنيه المصري بتاعتي دلوقتي ان انا ازاي ارفع قيمته في قصاد العملات الاخرى. دي اهم حاجه عندي. ان انا ازاي اخلي الجنيه المصري يرجع لقيمته الطبيعيه لما كان. احنا عندنا من سنوات قصيره من حوالي 30 35 سنه كان الجنيه بيجيب 2 دولار وشويه. نعم. النهارده الجنيه عارفين الدولار بقى بكام بالنسبه له والعملات الاخرى. فانا ارجو ان من الساده المسؤولين بدل ما هم يركزوا على انه يعملوا ورقه او حاجه عشان يوفروا بعض الحاجات، لا احنا عندنا حاجات كتيره ممكن نوفرها ولا تمس الجنيه ولا تمس هيبته ولا تمس وضعه. عندنا حاجات زي ما قلت لحضرتك زياده الاهتمام زياده الانتاج و التصدير والسياحه والحاجات دي كلها هترفع قيمه الجنيه. فانا ارجو ان احنا يعني برضه زي ما قلت لحضرتك شوف شكل الجنيه لازم اديله هيبته. ما هو لازم حضرتك مش ممكن واحد هيجي لابس لبس مقطع وتعمل له هيبه. فلابد ان انا ماذا تقصد بشكل الجنيه؟ شكل الجنيه يا استاذ فتحي، هل شكله بالنسبه للعمله المعدنيه الموجوده حاليا ام انه قيمه الجنيه؟ لا طبعا قيمه الجنيه اهم حاجه عندي. قيمه الجنيه. طيب ارجو ان تبقى معنا، ساعود اليك مره اخرى في هذه النقطه استاذ فتحي همام وكيل اول وزاره الماليه. ارجو ان يبقى معنا ايضا استاذ عبد الناصر محمد الخبير الاقتصادي، سوف نعرض لابرز التعليقات التي وردت الينا بالفعل عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي على شبكه الانترنت للبرنامج. معنا مره اخرى من غرفه المتابعه حسام عاطف. ترى ماذا عن الاراء التي وصلتك حسام؟ هل تختلف كثيرا عما كان سابقا؟ بالطبع أحمد، هناك من يختلف، من يرى أن الجنيه بقيمته الورقية أحسن شكلا ومنظرا وقيمة، ومن يرى أن العملات المعدنية أكثر سهولة في التداول. وسأقرأ عليكم بعض هذه التعليقات. فالأستاذ محمود أبو ليلة بيقول: نعم الجنيه المصري أغلى جنيه في التراث العالمي، هل تعلم بأن الجنيه المصري حصل على أعلى مرسوم عالمي لأنه عملة أثرية والعالم كله يتسابق للحصول على شراء الرسمة الحضارية للجنيه المصري؟ فكيف يحصل الجنيه المصري على الجائزة العالمية لأحسن طبعة عملة في العالم ونحن نقضي عليها؟ هل من المعقول أن نفقد عملة مثل هذا الجنيه؟ نحن نؤيد بكل قوة عودة طبع الجنيه المصري، قصده يعني الورقي. كان زمان بتقول لا طبعا كل شوية هنغير العملة، العملة في قيمتها مش هتفرق، ورق من معدن، عاوزين ترفعوا سعر الجنيه، خلوا التعامل في قناة السويس بالجنيه بدلا من الدولار. وده رأيي كان زمان. الأباتشي ياسر بيقول يا ريت. أحمد نبيل دادوش بيقول نعم أؤيد بشدة. الفيومي محمد بيقول وحشنا الجنيه الورقي فعلا، وكان يشعرنا أن الجنيه له قيمة، أما حاليا فالجنيه المعدن غالبا ما يتساقط أو نهديه للأطفال. أسامة أحمد الجواد بيقول أعتقد أن النمو الاقتصادي هو الذي يحدد ذلك لأنه هو الذي يؤثر على القيمة الشرائية للجنيه المصري، فارتفاع القيمة الشرائية للجنيه المصري تستدعي وجود العملة الورقية والمعدنية أيضا كما كان هذا في السابق، فقد كانت العملات الورقية مثل 10 قروش و5 قروش وغيرها من العملات الورقية، وكانت العملات النقدية موجودة أيضا، ولهذا
أرى أن التقدم الاقتصادي وارتفاع القوى الشرائية للجنيه المصري هما العاملين الأساسيين في هذا. سعيد عيسى بيقول نعم للمحافظة على قيمة الجنيه ومكانته بين العمال. محمد ممدوح بيقول هناك سؤال أريد أن أطرحه، متى يمكن اختراع عملة جديدة مثل المليم والقرش والجنيه، وهل هذا له تأثير على الاقتصاد؟ وأنا مع العملة الورقية، وعلى علماء الاقتصاد أن يجدوا حلولا لهذه المشكلة الاقتصادية. ومرة أخرى أريد أن أؤكد على وجود علم أو تعليم داخل مصر مبني على أسس سليمة وصحيحة، وبهذا سوف نستفيد بإذن الله. محمود الضوي بيقول يجب دعم الانتاج اقتصاد صنع في مصر ودفع ضرائب على الأموال التي تخرج من الوطن في البورصة والمستثمر، وكل مستحق يدفع مستحقات الوطن ويكون الدعم المعدوم. ويعني تعليق مطول جدا، إذا أحببتم أن تطلعوه ستجدونه على موقعنا على الفيسبوك. وأعود مرة جديدة لأحمد لمتابعة اتصالاته الهاتفية. إذن ما زال هناك حسام من يحبذ العودة إلى العملات الورقية، حتى لكن بعض المشاركين ربما خرج بعيدا إلى موضوع آخر فيما يتعلق بالاقتصاد والتنمية الاقتصادية. عموما نعود مرة أخرى مشاهدينا إلى مجموعة الاتصالات التي كانت معنا، كان معنا فيها الأستاذ فتحي همان وكيل أول وزارة المالية سابقا، نرحب به مرة أخرى، كذلك الأستاذ عبد الناصر محمد الخبير الاقتصادي، والحاج عسر الشرقاوي من محافظة الشرقية. ونبدأ به في لتعليقه على هذا الموضوع. حاج شرقاوي، يعني لعلك يعني منذ فترة طويلة يمكن تتعامل بالعملة الورقية بالنسبة للجنيه، هل أعجبك التحول للعملة المعدنية أم أنك تحبذ مع الداعين للعودة للعملة الورقية ولماذا؟ الله العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا العملة الورقية نحن بنحبذها اولا لان مثلا العمله المعدنيه بتقع يعني مثلا بتعمل الناس او الى اخره، وثانيا بتقلل من هيبه الجنيه المصري. ازاي يعني؟ ازاي يعني حضرتك لما يجي سايح اجنبي بيدفع لك مثلا الدولار ورقي، الدرهم طبعا معدني، ده اللهم صل على سيدنا محمد، الدينار الكويتي ورقي، كل العملات الأجنبية أغلبها ورقية لأنها بتزيد هيبة العملة وبتزيد هيبة الدولة اللي بتصدر هذه العملة للدولة الأخرى. فياريت العملة الورقية ترجع تاني عشان الجنيه المصري يزيد هيبته. طيب هل هناك، طب حاج شرقاوي، يعني ماذا عن هيبة الجنيه إذا كان الجنيه يعني بين قوسين كده كما يقول حتى الأطباء يحذرون من أنه عندما يتعامل به الكثيرون في صورة بالية يعطي صورة سيئة حتى بالنسبة للأجنبي؟ تمام. طيب يعني حضرتك مثلا مرض السرطان أو إلى آخره الكلام ده بيتوقف على خامة الورق اللي مصنوع منه الجنيه أو العملة اللي مطبوعة منها العملة. فلو مثلا الدولة البنك المركزي المصري أحسن استيراد أجود أنواع الأوراق لصناعة هذه العملة مش هنلاقي أمراض. فممكن في ورق مغشوش، الأطباء برضو عندهم حق، ممكن في ورق مغشوش، لكن لو البنك المركزي المصري أحسن استيراد الأوراق المالية لطباعة العملة الجنيه المصري والنص جنيه وربع جنيه بالعملة الورقية مش هتلاقي فيه أمراض أبدا. طيب وياريت برضك يكون مثلا في وسائل تأمينية ويعني تحد من تلف هذه الأوراق. نعم، شكرا لك حاج عسر الشرقاوي من الشرقية. أعود مرة أخرى في تعليق سريع للأستاذ فتحي همام والأستاذ عبد الناصر محمد. أبدأ مع الأستاذ فتحي همام، يعني بسرعة أستاذ فتحي، هناك أسباب يسوقها البعض، الحقيقة ثلاثة أسباب ربما تكون إضافية أو شيقة: مسألة سهولة الحمل، الناحية الصحية، ثم الرموز التاريخية التي ترسم أو يمكن رسمها على الفئات الورقية دون الفئات المعدنية. هل هذا مبرر لتحمل التكاليف الكبيرة بالنسبة للأوراق؟ هذه ليست مبررات منطقية ولا هي مبررات موضوعية عشان إن أنا أتحول إلى العملة
المعدنية، ده بالعكس الجنيه لما كان الورقية لا ليست معدنية لكن العكس إلى العملة الورقية. الورقية العملة الورقية زي ما انت حضرتك بتدي هبة تقدر تحط عليها شعار للدولة، بتحط عليها آثار، بتحط عليها حاجات ممكن انها تدي جاذبية لهذه العملة وتعرف ان العملة دي مصرية وحاجات زي كده. اما الجنيه ملوش اي حاجة، الجنيه المعدني ده بتلاقي ما تعرفش ده مصري ولا زي ولا، انما هنا ممكن بالعملة الورقية بحط عليها الهرم، بحط عليها ابو الهول، بحط عليها اي حاجة، بدي هيبة كده للجنيه وبدي هيبة وخلي الناس تعرف العملة دي نوعها ايه، بلدها ايه. واخد بال حضرتك؟ اما بقى قيمه الجنيه زمان دي قصه ثانيه. نعم طيب شكرا نعم شكرا جزيلا وضحت الفكره. اذهب للاستاذ عبد الناصر محمد الخبير الاقتصادي مره اخرى نفس هذه النقاط، مع العلم بان هناك من تحدث عن انه في عملات الدولار والدرهم وما الى ذلك هي ورقيه، ولكن هناك عملات كثيره في العالم ايضا في دول اقتصاديه او دول كبيره او صناعيه العمله الاساسيه فيها هي بالعمله المعدنيه، ولكن العملة الورقية هي فئة العشرة، يعني مثل 10 جنيهات أو 5 جنيهات أو 100 جنيه، هذه الورقية فقط، ولكن المعدنية العملة الأساسية تكون معدنية مثل الحال في مصر. ما هي المشكلة؟ ما هو حضرتك احنا يعني احنا النهارده احنا بنتكلم على ان عن الجدوى الاقتصادية، اما بالنسبة ان هو كقيمة وهو بالفعل يعني حاصل على يعني معدلات مرتفعة قوي بالنسبة للقبول لدى الشارع، لكن هي دي زي ما قلت لك في بداية كلامي ده الناحية نفسية. انما احنا لو هنتكلم عن هيبة الجنيه وقيمته اللي هي لن تزيد مطلقا الا من خلال ارتفاع معدلات الانتاج المحلي، لان انت يبقى عندك قدره على التصدير وتغطيه طبعا بعد تغطيه الجانب المحلي، وده هيرفع قيمه الجنيه. اما مساله ان هو كمحفز سياحي او حاجه زي كده، هو ده طبعا يعني في محفزات سياحية أخرى زي ما قال الأستاذ فتحي، إن أنت عايز تزود دخلك السياحي يبقى عندك سلة عملات مختلفة، تستطيع بسهولة إنك أنت تستورد مكونات الإنتاج والخامات اللي أنت محتاجها، وبالتالي يبقى عندك قدرة على الإنتاج، وده هيساعد على تقوية قيمة الجنيه ووضع آلية جديدة لإن إحنا نرتفع بحجم الاقتصاد المحلي بتاعنا والاعتماد على الموارد الداخلية. شكرا جزيلا لك استاذ عبد الناصر محمد الخبير الاقتصادي، الاستاذ فتحي حمام وكيل اول وزاره الماليه سابقا، الحاج عصر الشرقاوي من محافظه الشرقيه. سجلت ايضا كاميرا همزه وصل اراء ربما تكون مختلفه عما ورد الينا على صفحه التواصل الاجتماعي، سوف نشاهدها الان سريعا ثم نعود مره اخرى الى حوارنا مع مجموعه الاتصالات الثانيه في حلقه. بتحتفظ بقيمتها كدولة حتى يعني بيجي السياح هنا في مصر أو أي أجنبي في مصر بيجي العمرة الورقية بيحتفظ بيها كذكرى في نزوله إلى القاهرة، زائد أن العمرة الورقية كان ليها يعني طابع في مصر هنا أن الجنيه ليه قيمته أو الربع جنيه أو الخمسة جنيه أو العشرة جنيه، إنما دلوقتي بقى الجنيه عبارة عن قطعة من النحاس ما بتفقد قيمتها. العملة الورقية يعني كل ما الفلوس بتتحول لمعدن كل ما بتقل قيمتها، يعني بتحس إن أنت يعني إيه إحنا خدنا على الفلوس يعني العملة اللي هي الصغيرة اللي هي كان زمان الشيلين والباريزا والكلام ده، فالجنيه وصل للمرحلة ديت، فإنما العملة لما بتبقى ورق بتبقى شكلها أظرف، ثانيا مش مكلفة زي العملة المعدن، يعني الورق مش مكلف زي المعدن، وبتحس بقيمة الجنيه، يعني الجنيه من ساعة ما تحول لعملة معدن وهو تحس ان الجنيه خلاص ما بقاش له قيمة. التداول بالعملة الورقية أفضل من الفضة لأنها يعني مش مستحبة، ممكن يعني تنقل الميكروبات برضو كده، يعني مش مستحب العمله اللي هي الفضه. العمله الورقيه افضل، الورقيه بتبقى افضل من الكوينز، ان الكوينز بيبقى كتير في الجيب الواحد فمشكله، تيجي تتعامل مع العميل مثلا تديله كوينز يقول لك انت مديني دنانير فيها نوع من التريقه، لكن الورق بيبقى افضل كتير. لا
لعلكم تلاحظون معنا أن أغلب هذه العينة التي سجلتها كاميرا همزة وصل في الشارع المصري تحبذ إلى حد كبير العودة مرة أخرى، أو تفضيل دعنا نقول العملة المعدنية على العملة الورقية. عموما وصلت إلينا بالفعل مرة أخرى يعني عدد من التعليقات والمشاركات ربما تكون أكثر تنوعا من ذي قبل، سوف يعرضها لنا مرة أخرى حسام عاطف في غرفة المتابعة. أشكرك أحمد وأهلا بكم مشاهدين الكرام مرة جديدة. بعض المشاركات الجديدة سنبدأ من أبو أدهم الحفني الشرقاوي يقول: التحية والتقدير لأسر برنامج همزة وصلة، جميع المشاركين والمشاهدين تحياتنا لحضرتك. يا ريت تعود العملة الورقية الخاصة بالجنيه وإخواته من 50 قرش والربع جنيه على أن تعود وتكون بشكل جديد وفرمة حلوة تليق بالجنيه المصري، وبالعملة الوطنية يمكن تتحسن قيمته وتعود له هيبته أحسن. الجنيه بتاعنا ده اتهانت كرامته وفقد هويته، منه لله اللي كان السبب في تدهور صحته. شكرا جزيلا لأسرة برنامج همزة وصلة المحترمين، بنشكرك أستاذ أبو أدهم. تامر الخضر بيقول: الجنيه بقى زي الشلم، مش فرقة تحويل العملة المعدنية لورقية لأن ثمن الجنيه مليم دولار في زمن الحروب واللاجئين وغيره. سيد العجوزة بيقول أو العجوز طبعا موافق. علي دوشة بيقول: لو هنستورد الورق لصناعة الجنيه، الجنيه اللي يطلع برا احنا أولى بيه، أما لو صناعة محلية بقى يرجع ثم ممكن تعمله 250 ورق. لو تكلفة الورق عالية ابحثوا عن الذهب في مصر نستورد بيه بمعادل الدولار، اللي هو في الأساس هم الحكومة مش الجنيه. محمد شاهين بيقول: بصراحة ما حدش طلب تغيير العملة من الأول عشان يطلب يغيرها دلوقتي. لو بنكلم عن الشعب باختصار، الأفضل للصالح العام يتم من غير زيطة وزفة ومقدمات. محمد عشري بيقول: نعم أؤيد ولو تكلفته أقل أؤيد أيضا. دي ما كانت مجموعة جديدة من التعليقات يا أحمد، وأكيد معك اتصالات جديدة نسمع يعني أراء الخبراء فيها. نعم، لكن من الواضح حسام أن كثير ممن تحدثوا في المجموعة الأخيرة يخلطون بين مسألة قيمة الجنيه والعملة المعدنية والورقية. نعود مرة أخرى الآن إلى الاتصالات، سوف يكون معنا فيها الأستاذة شيرين محمد رئيس قسم البنوك بجريدة العالم اليوم، دكتور مجدي بدران من الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، والأستاذ محمد جمعة أحد المواطنين من أسوان. أبدأ أولا مع الأستاذ شيرين محمد رئيس قسم البنوك بجريدة العالم اليوم. نحن تحدثنا في المجموعة الأولى عن يعني تبريرات معينة ساقها من يحبذون العودة مرة أخرى إلى الفئات الورقية، ربما يكون من أبرزها سهولة الحمل وأيضا إمكانية أن تكون تذكارا حتى للأجنبي عندما يعود إلى بلاده مع صور تاريخية أو رموز تاريخية مصرية. ما هو رأيك في هذه النقطة؟ الحقيقة طبعا ما زال عندنا عملات ورقية زي الجنيه والخمسين قرش، وهي ممكن يعني الجنيه بالنسبة في عملات العملة المعدنية والعملة الورقية، المسألة دي بترجع إلى التكلفة. يعني طبعا النقد سواء بالعملات المعدنية أو العملات الورقية بيكون السبب في إن احنا بنشوف هل تكلفة استيراد الورق أعلى ولا تكلفة استيراد المعدن ده أعلى، وبالتالي بيكون في مصلحة الاقتصاد أكتر. بمعنى إننا مش معقولة هنضغط على النقد الأجنبي علشان نستورد ورق للعملات الورقية، وفي نفس الوقت كمان إحنا في النقطة دي بنواجه مشكلة تانية إن العملات دي بتطلع بشكل سريع وبتنقل، يعني في بعض الخبراء أثبتوا إنها بتنقل الأمراض في بعض الأحيان وبتتعرض للتلف بشكل سريع. ده بيضطر البنك المركزي إنه بيعدم العملات الورقية ديت، بيضطر إعدامها بشكل دوري سريع جدا بالمقارنة بالعملات المعدنية. طيب ربما يكون هذا يصدق هذا بالنسبة للجنيه وهي فئة صغيرة يعني يكاد يقتصر عليها التعامل داخليا أو محليا نظرا لقيمتها الصغيرة، ولكن ربما يكون من ما أثار البعض والمطالبة بالعودة إلى الفئات الورقية ما أعلن أو توردته الأنباء من أنه السلطات المعنية تنوي إصدار عملات معدنية فئة ربما 50 جنيه
والمئة جنيه أو العشرة جنيه والخمسة جنيهات. هل في هذه الحالة تكون اقتصادية أستاذة شيرين؟ هو عايز اوضح نقطتين في المساله دي. اولا في بعض الاحيان بيكون في بعض الشائعات على مساله ان يتم اصدار عملات معدنيه فئه العشرة والخمسين او الخمسه، لكن في نقطه في كتير من يعني مننا غافل عنها، وهي ان لما بيكون في عملات كل ما كان في عملات معدنيه بقيم يعني بقيم اقل، كل ما ده بيكون في صالح الاقتصاد مش ضده. بمعنى اننا لو حضرتك النهارده لو عندك عمله معدنيه فئه القرش او فئه ال 50 قرش القرش ال 25 قرش، انت بيكون دي فرصك في انك ما فيك تشتري سلعه معينه بتحصل على الباقي الفلوس اللي انت حضرتك دفعتها لشراء السلعه ديت، تقدر تحصل عليها بسهوله. بمعنى لو في عندك سلعه ب 5 جنيه ب 4 جنيه و 45 قرش، فانت لو عندك تداول للقرش هنا في الدوله كعمله معدنيه، انت بتقدر ببساطه تحصل على السلعه دي في مقابل 45 قرش تماما. لكن في ظل انك انت ما عندكش الفئه الصغيره دي اللي هي القرش لسه كمعدن، انت بتضطر انك تقبل بتبقى 4.5، تدفع 4.5 لسعر السلعه دي ايا كان، ده كمثال يعني. فاحنا في الحاله ديت بنزود الضغوط التضخميه، يعني بمعنى ان بيكون في فرصه لرفع الاسعار على السلع، وده بيخلق ضغوط تضخميه او رفع الاسعار بصوره غير مباشره يعني. فعلا زي ما حضرتك عارف وكلنا عارفين المعلومه دي، 95 قرش والسلع. وصلت الفكره، شكرا جزيلا استاذه شيرين محمد رئيسه قسم البنوك بجريده العالم اليوم. اذهب لسيد محمد جمعه وهو يتصل بنا من محافظه اسوان. استاذ محمد ما رايك؟ الو حضرتك على الهواء، اتفضل استاذ محمد. ايوه مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك والكرام. والله يا فندم موضوع العمله المعدنيه او العمله الورقيه، احنا بنقول والله الصالح العام يمشي، لكن المواطن يعني شايل هم كل المشكله اللي بالنسبه له مشكلتين اثنين، شيل العمله نفسه يعني هو حملها بالنسبه له ثقيله. المشكله الثانيه الجنيه الورق ما كانش بيمثل مشكله بالنسبه له ترعايته المنزليه. ازاي؟ بيسيبوا لابنه ياخده، مش مشكله، لكن ابنه ممكن ياخده يبلعه، عملت مشكله كبيره جدا عندنا في الصعيد. تنسى ست البيت حضرتك الجنيه في جيب البنطلون يعمل مشكله معاه في الغساله، دي مشكله المواطن. لكن العمله الورقيه نفسها فيها اسباب كتير جدا يعني مش كويسه ان احنا مش عاوزينها. ليه؟ انا نفسي مش مؤيد الرجوع مش حضرتك لا تؤيد العوده للورقيه؟ لا لا اؤيد يا فندم، لان ادت عندنا في اسوان مظهر غير حضاري لمصر. ازاي؟ كل محامي او دكتور او صاحب محل بالاكليشيه بتاعه يختم على الجنيه، يختم على الجنيه، اللي يكتب تذكار، اللي يكتب مش عارف ايه، فالجنيه بقى كانه لوحه اعلانات. هي عموما مساله ثقافه كمان يا استاذ محمد، يعني هو دلوقتي ممكن يكتب على الخمسة جنيه او العشرة جنيه. طيب بالظبط، وصلت فكرتك، انت لا تحبذ العوده للعمله الورقيه في فئه الجنيه. شكرا جزيلا لك استاذ محمد جمعه من اسوان. اذهب اخيرا للدكتور مجدي بدران من الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه. دكتور مجدي، يعني دول كثيره صناعية وحتى من الدول النامية أدخلت عنصرا جديدا في التعامل بالعملات، ماكينات الـ ATM أو الصرف الآلي أصبحت الآن مزودة بجهاز حديث يعقم العملات الورقية عند سحبها أو إيداعها في كثير من الدول. ربما لا تكون هذه موجودة في مصر، والسبب معروف طبعا، صحي وطبي، لأن العملات اكتشف أنها كما يقولون تنقل الكثير من الأمراض. ما هو الموقف الصحي والطبي والعلمي في هذه النقطة؟ طبعا أنا بس هقول لحضرتك حاجة، أن أيام الفراعنة وأيام الفاطميين وأجدادنا ما كانوش يعرفوا كلمة إنفلونزا ولا كلمة بكتيريا بشكل عام اللي هي بتجبب التهابات الجهاز التنفسي والكلام ده، ولا ميكروبات البرد. وطلع ان ما كانش فيه انفلونزا ايام الفراعنه، عشان كانوا بيشربوا في انواني من النحاس او بيحطوا الميه في انابيب من النحاس، وده كان موجود ايام الفاطميين والمماليك. عند غياب النحاس من حياه الانسان طلع ان الامراض البرد والانفلونزا بتزيد. ودلوقتي في المانيا كل مقابض الابواب واغلب الادوات الشرب بتبقى معموله من النحاس، طبعا النحاس نفسه قاتل للميكروبات خاصه الانفلونزا وميكروبات البرد. يعني معنى كده انا لما اعمل ترابيزه في مستشفى من نحاس هتبقى غاليه طبعا، فده من نحاس ده
ده بيقتل الميكروبات وده موجود دلوقتي في بعض الدول الاوروبيه. يبقى ما كان عندي زمان العمله ما كنت بمسكها في ايدي وكان فيها نحاس كانت بتقتل الميكروبات اللي بتجيني من فلان وفلان او واحد عطس او واحد لوى السطح او واحد كح قدامي او نشر الميكروبات. ده مهم جدا ان احنا برضو نرجع نقول ان ممكن تكون العملات الورقيه وسيله لنقل الميكروبات في المجتمع. واحنا يعني ملاحظ ان احنا عندنا زياده قدم من كام يوم دلوقتي دخلنا في الشتاء الحمد لله كلهم طيبين وفي غياب عندنا الثقافه العامه بشكل عام بحيث ممكن الواحد يمسك الحاجه يمسك ورقه يمسك اي شيء يمكن يمسك كوبايه حتى المياه اللي بيشربوها المياه المياه الشرب ساعات على اللي بيلعبوا رياضيه مباريات رياضيه ما تشربش من الميه بتاعت زميلك ده ممكن يعمل له الميكروبات الانفلونزا. يبقى دي اما بلاقيها من فلان لفلان وبعد كده بلمسها في ايدي واحطها على انفي او فمي او عيني ده ممكن يخليني يجيني الميكروبات. وجود النحاس في العمله المعدنيه انا بحبه ويا ريته موجود بس المشكله هيقول لك غالي او الناس بتسرقه وكانوا بيسيحوه زمان وهكذا. طيب يعني هذا الناحية الطبية يعني بسرعة دكتور هذه الناحية أو السبب الطبي ربما لا يبرر أيضا يعني لن يحل المشكلة نظرا لأنه هناك عملات كثيرة لا يمكن تحويلها يعني لا يمكن تحويل كل هذه العملات إلى العشر جنيهات والمئة جنيه والمئتي جنيه كما في الدول الأخرى إلى عملات معدنية وبالتالي ما هو الحل في اعتقادك هل مسألة الثقافة التي أشرت إليها انا بالنسبه لي مش 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 ما عنديش انا ما عنديش سلطه في البلد نمره 2 الحل الاقتصادية طبعا بتاثر يبقى انا كل دوري وانا اشكركم طبعا القناه الشيقه بتاعتكم برنامج الظريف ان احنا دورنا ان احنا بنطعم الناس كل يوم بمعلومه ثقافيه دي ممكن توقف سرطان دي ممكن توقف ميكروب اقول له خلاص هتمسك العمله سواء ورقه او كده ولكن خلي بالك اوعى تلمس انفك بعد ما مسكتها احتمال واحد عطس عليها وبقى لها 8 ساعات وعليها ميكروبات الانفلونزا واحيانا تكون دي حامل او مسن او عنده نقص مناعه او طفل صغير او عنده ربو وساعتها ممكن يدخل الميكروب بايده ممكن بس 100 ميكروب الانفلونزا 100 فيروس الانفلونزا على ورقه اخدها بايدي واحطها انا بايدي داخل الانف وتربط داخل جسدي. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور مجدي بدران من الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه واكد على نقطه مهمة قضية انتقال الأمراض أيضا عن طريق الفئات الورقية للنقود إذن ينبغي التوعية في هذا الجانب. وصلنا بذلك إلى ختام حلقة اليوم من همزة فاصل نذكركم بموضوع حلقة الغد بعد موجز أنباء الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة هل تعميم الساعة السكانية في كل المحافظات يرفع الوعي بالمشكلة السكانية في انتظار تعليقاتكم ومشاركاتكم وإلى اللقاء.